السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة جيمر سي فور. معكم محمود مصطفى. النهاردة معانا فيديو جديد لعبة كولت أرمز جيتس أوف هيل. النهاردة هنكمل طبعا مود الكونكويست اللي احنا بدأناه قبل كده، بداية بجيش الألمان. يعني احنا قلنا هنبدأ بجيش الألمان، طبعا كل فيديوهات جيش ألماني، هو فعلا الجيش الألماني كتير والمميزات بتاعته كتير جدا، فاحنا ده اللي هنكمل عليه. ده بالنسبة للفيديو بتاع النهاردة. احنا بدأنا كونكويست جديد طبعا عشان نشوف الايتمز الجديدة او اللي هي المدرعات الجديدة اللي نزلت الجيش الالماني، زي ما انتم شايفين الهاف تراك دي اللي هي النص نقل دي، مع المدفع اليدوي اللي نزل برضو اللي جبناه احنا في فيديو قبل كده، هتلاقوه موجود على القناة. ده بالنسبة للحاجتين اللي هما ايه كبداية. يعني عندك ايه تاني؟ في عندك اوبشن تاني احنا برضو اتفتح معانا، اللي هو في نوع من انواع المدرعات برضو هنوريه لكم، بس هو لسه حاليا ايه ما وصلنالوش في الريسيرش. يعني دي حاجة تانية. عندنا هنا برضو في سكواد جديدة اللي هي كوماند سكواد دي، تمام. عندنا برضو هنا ايه كي في كوماند دي، عندنا اس دي كي في اللي هي هاف تراك برضو نص نقل، تمام، بس ايه متعدد وصغيرة، ما فيهاش عدد كامل، يعني ما فيهاش كتيبة كاملة. دي برضو حاجات من الحاجات الجديدة اللي معانا في فيديو النهاردة. طيب ايه بقى النهاردة ان شاء الله هنعمله؟ زي ما انتم شايفين احنا الدور اللي فات خدنا غنايم كتير جدا من الجيش بتاعهم. هنبدأ بقى نظبطها. احنا طبعا عندنا دور دلوقتي دفاعي، يا اما هنستسلم يا اما هنصد. فطبعا احنا هنحاول يعني على قد ما نقدر ان احنا نصد الهجوم بتاعهم، فهنستخدم طبعا المدفعية لان هي انسب حاجه تتصد الهجمات دي، بحيث برضو ما نخسرش المدرعات اللي احنا لسه اصلا جايبينها يعني في الجيم اللي فات. طبعا مش هنضيع وقت بقى، ونبدا ايه نحدد المعدات بتاعتنا اللي هنخش بيها الجيم ده من دلوقتي. تمام، عندنا هنا بقى نبدا نستخدم ميل الدفاع واحده واحده كده. طبعا مش هنحتاج بتاع الذخيره ده دلوقتي، ماشي. دي دبابه هنحتاجها، دي مدرعة، احنا ممكن نحتاج الدبابة اكتر، محتاجين مدفع 10 نقط عشان كده فين اول كتيبة. تاني كتيبة عندنا الدبابة دي مهمة جدا ضد المشاة بالذات. عندنا ايه تاني محتاجين مدرعة من دي؟ 58 و60 ودي 10. طيب هنا 64 من 70 عندنا الدبابة الألماني دي، دي هتنفع، دي خليها، دي مش هينفع نشيلها دلوقتي. طيب احنا ممكن نشيل بقى المدرع دي، بقى معانا 10 أماكن. هنجيب مدرعة من دي أحسن، لأن دي مضادة للدبابات شوية عندي، لأن دي ضعيفة. طيب تمام، احنا أصلا معناش غير 3 كتايب حاليا. في معانا هنا 6 أماكن بس، معناش أي سكواد تاني ومعناش أي نقط نجيب أي حاجة تاني. طبعا هنعمل ستارت على طول ونخش الجيم، نشوف بقى ايه اللي هنقدر نوصل له في موضوع الدفاع ده، ان موضوع الدفاع ده صعب شوية. طبعا انتوا شايفين خيال انا الصلحيطة ايه قاعد معانا اهو. مشجع الاول بتاعي ده. طبعا اللعبة من غير مودات زي ما انتم شايفين كده بتشتغل بكل سلاسة، يعني مش عايز احسدها احسن طاف. بالمودات بقى بتطلع عنا، بس المودات حلاوتها انها فعلا فيها في جنود جديدة، في دبابات جديدة، في شغل كده حلو. بالنسبة لل اللهم صل عليك يا نبي، بالنسبة للمودات يعني، لكن للأسف بتتقل اللعبة بغباء. يعني حتى لما دخلت كتبت في السبورت بتاع مود من المودات، قال لي حل التهنيجة ان انت تقفل الجرافيك خالص، تخلي الجرافيك قصدي مينيموم. طب انا استفدت ايه كده؟ المود جميل ودبابات شكلها حلو بس مفيش جرافيك خالص، انا ايه الاستفادة؟ مفيش اي استفادة، كان فين المتعة؟ مفيش المتعة. ماشي انا جبت اي دبابة جديدة، عايز اجرب اشوف الفاير باور بتاعتها، عايز اشوف وهي بتتحرك، عايز اشوف الجرافيك بتاعها. اما اقلل الجرافيك انا كده ما استفدتش حاجة.
يلا بينا. يلا بتيجي في الاخر كده وتعطل، مش عارف ليه. يبدأ الجيم. يلا بينا. خلاص علامة اللودينج اختفت اهي. مش طبعا احنا ده دور دفاعي، فاحنا لازم نتحرك اسرع منهم. خد المدفع ده معاك، ندرس المكان مبدئيا كده. ماشي، هو الضغط كله هيبقى على النقطة دي. النقطة دي هيبقى عليها ضغط من المشاة، لأن المشاة هما اللي بيمشوا في المية. هو غالبا الهجوم بيبقى الفجر، شايفين كده الظاهر كان ان الشمس لسه طالعه. دي مدرعة ماشين جن ولا دي تي 40؟ لا، تي 40 تيجي هنا. تي 40 حلوة. المزرعات دي عشان اخدناها الجيم اللي فات، خلايا بدون اي بدون اي جنود. تعالى انا، تعالى نطلع قدام. بشيل الشجرة دي كده. زي ما انت زي ما انت زي ما انت. ساعة من الخنادي معنا دقيقتين. مش تاني؟ لا لسه في تاني. مش تاني كده خلاص. سكواد الغلابة دي. لن تاخد لك ساتر هنا كده. Offizier bereit. Geht's los? Ja. Was sollen wir tun? Jawohl. Wir machen خط دفاعي. Wie lauten die Befehle? Befehle? Ja.
Jawohl! Jawohl! Panzer einsatzbereit! Stand hier in der Weg. علينا نبدأ بقى نظبط الدنيا بتاعتنا والبوزيشنات بتاعت اليونتس بتاعتنا اهم حاجة مركز ماشي نجمع دول كده ككتيبة واحدة تاني نجمع دول كتيبة واحدة نجمع دول كتيبة واحدة عدل نفسك كده هنا حفر الخندق واقف بره برضه يعني قمة الذكاء يا عم انت وقفت ليه اخلص بطيء قوي ده ده ماشين جن بقى نجيبه ايه مركز هنا بسرعة دي بقى اقوى كتيبة عندنا اقوى كتيبة مشاة يلا بسرعة 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 نبدأ نوزع ايه على الاتجاهين دول لان في مدفعية يعني من الواضح كده ان في مدفعية مش لطيفة يا جماعة يا نهار ابيض ارجع لي ورا بقى ارجع لي ورا دي عايزة كتيبة مشاة دي عايزة الكتيبة الحرقة دي مدفعية بعدت المدى دي مضاد دبابات مضاد دبابات برضو طيب مبدئيا كده المدرعات اللي معانا دي ملهاش اي 30 لازمة قصاد المدفعية دي الدبابات اللي معانا دي ملهاش اي 30 لازمة لازم كتبت المشاة دي بسرعة دي اللي هتعمل الطرفية دي عدل لنفسك كده مش عايزين الروس يعلموا علينا الله الله اللي انا ما كنتش عامل حسابي المدرعات عدت من هي دي المدرعات عدت من هي دي اصبر مكانك آه بسرعة 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 بقى تمركز هنا مدفع
راجل يا راجل يا راجل. بسرعة بسرعة متوقفش متوقفش. بسرعة اتستر. صباح الخير كده لما ادفع ده كده يصبح علينا. لو ما جبتش المدفع ده ولا هيجيبك. الله دي بترمي البيونيرز ده المغتاه يما النخبة النخبة بتاعتنا بقى على الارض. الدبابة دي شغالة هنعرف ناخدها. هنحاول يعني احنا نجيب المدفع ده او ماسكين المدفع المدرع. بسرعة 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 عشان ايه المدرعة جابتنا اصلا. دخلنا في المدى بتاعها. بسرعة 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 دي اول واحد. ضربة كمان ضربة كمان. الله خد الواحد. الله ارجع ارجع كده. طب اضرب بقى حافظوا علينا بقى حافظوا عليك. المدرعة اللي انقذتنا انقذتنا بس احنا شغالين كلها.
في تاني لسه في ناس جوه الدبابة دي. خلاص شكرا، قتلنا كل اللي في الدبابة من غير ايه نقرب منها اساسا. طبعا مش هنعرف ننزل بولد واحد بس حتى يصلح الدبابة. نقدر ان احنا نقرب المدرعة دي شوية. ايه تاني ده بقى؟ يا نهار ابيض، اديني فرصة بقى. حاول تصلح اي حاجة. مش لازم تتحرك، انت بضرب بينا. مبدئيا كده الرجاله كلها على الارض. كده دمر المدرعة. انزل 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 منها، انزل سليمة عشان حتى لو خسرنا الجيم ده المدرعة دي بيبقى فيه فرصة ان احنا نرجعها. يعني اجري بقى، انت لسه تتمشى. الله، بقول لكم الجيم ده فيه حاجة غلط، مبحبش اخش الجيم بتاعي خالص طول ما الدنيا مش جاهزة معانا. المدفع خلاص خسرنا. ماشي يا حبيبي، خلاص 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 يا حبيبي. مو سهل، نحاول بقى ايه نستنى كده ونشوف النقطة دي اللي احنا فيها. مش حل تاني قدامنا غيرها. Get down!
لي تضربه هنا لما انا اقول لك اضربه. غير غير ذخيرة غير ذخيرة غير ذخيرة. حاول احنا نجيبها هنا. نجيبها نجيبها نجيبها. الله. شكرا. شفت دي؟ مبسوطة. ادانا رد. صدر قتلت. الله دبابة ميديم. دبابة ميديم ربنا يستر. فاضل 200 نقطة. 200 نقطة دبابة ميديم جاية. دبابة ميديم وفي مدفع كمان. احنا نقرب لك بقى. لا ما فيش دم بقى. الله. بعدين تسيب الدينا اصلا دوبة فيه. ايه كوماندر جيب نقاط الدبابة. شوف المدى بتاع الدبابة. خلي. بس مش معنى كده انها بقت ضعيفة. اثنين اثنين نظام الدبابة. اثنين واحد كمان. ايه لسه في ناس. ناس ازاي. شكرا كده. لسه 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 في ناس. لسه في ناس. ساعات وقتها. ده طبعا بيضرب الدبابة اللي انا مسكها دلوقتي. بسرعة 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 بسرعة. لا من ضربة الدينة دي ما كناش. ايه ده لسه عايشة؟
انزل 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 تضربش داخل امل بقى في الجندي ده. في جندي هنا ترقط ما تقومش. عشان نلحق الخسارة دي انا مش هعديها بالسهل يا جدع. حط القنبلة ما موتتش حد. حالتنا وحشة خالص. ملحقش حتى يفجر القنبلة. عرفت بقى ليه ما بحبش اخش الجيم دفاعي وانا لسه في اول الكونكويست؟ لان الدنيا بتبقى خربانة كده زي ما انتوا شايفين. تنزل بمعدات بلح جيم بلح. بص طالعين بخسائر بس مش طالعين باي حاجة. نقطة هنعمل بقى ايه النقطة دي انا مش عارف. ماشي انا هربيكوا دلوقتي. انا اعرفكم ان الله حق. مش احنا معانا مدفع بس مفيش ولا بني ادم معاه. معانا ايه تاني؟ معناش اي كتايب عساكر نهائي للاسف. مش هقدر اجيب اي مدرعات او اي حاجه غير لما اجيب جنود. كتيبه هنا كتيبه هنا كتيبه هنا. ده مبدئيا مش لازم الناس دي تتربى بقى. المدرعة دي شغالة شغالة ماشي. لو نعرف نجيب مدفع تاني دي ممكن نعملها دسمس بستين. عايزين مدفع تاني زي ما ادفع تاني ولا الدبابات دي ممكن تقوم بالغرض. ماشي الدبابات دي ممكن تقوم بالغرض. ماشي خدوا بالكوا الدبابات دي هتنزل فاضية لان احنا ايه يدوبك بالظبط كده معناش اي حاجة تاني. مفيش حتى اي حاجة تعمل لها ايه ريفيل. مش هو ده بقى التحدي الكبير بقى. يلا بينا عايزين بقى دور يفتح لنا ريسيرش. يا لهوي تلات نجوم انساني. خش تلات نجوم ده ولا مخشش تلات نجوم؟ تعالوا نحاول. يلا هي خسارة بخسارة. يلا بينا هنعلم عليهم برضه ان شاء الله كالعادة. يعني هنعلم عليهم. لازم يتعلم عليكم لازم. نورنا يا جماعة الناس اللي بتتفرج بس. تقريبا بقى شوية تفاعل بقى مع الفيديو يا جماعة بقى كويس اوي يعني.
بفكر ان انزل لعبة واجيب لعبة ايج اوف امباير، فلو حد بيحبها او حد عنده خلفية عنها يا ريت برضه يقول لنا. حابب مثلا نعمل لها فيديوهات، لو حابين يا ريت تكتبوا لنا برضه في الكومنتات بحيث برضه ايه ان شاء الله نبدأ نجهز لها اللايف الجاي ان شاء الله، او في اقرب وقت ان شاء الله. ماشي، نشوف بقى عندنا ايه، نقدر نعدي بدون جنود. احنا ايه نركبهم ايه، تلاتات تلاتات كده، هتقول لي تلاتات لان هي اصلا عمل بكفاءتها لما يكون العدد كامل، دي محتاجة تتصلح اساسا. عندك مدفع اهو من غير اي بني ادمين اساسا، برضو مدفع محتاج اربعة عشان على الاقل كمان يتحرك كويس، لان احنا هنحتاج المدافع دي عشان هنسقط بيها الدبابات بتاعتنا. نبدا بقى نشتغلهم في الاخضر والاحمر والبرتقالي وكل الالوان دلوقتي. استنى يا برنس، اقعد بقى تصلح بقى، انتوا متتعبوناش بقى يا جدعان، ناقصة ايه نعمل ايه؟ شوف اللي حصل معانا الجيم اللي فات، صلح اي حاجة محتاجة تصلح صلحها. في اي حاجة محتاجة تصلح فيها حاجة صلحوها دلوقتي. يلا يا جدعان في ايه؟ مبدئيا كده المدفع نازل مفيهوش ذخيرة، ده ألم بيه كده يعني. شوف اللي هو اخر ثلاثة ده اللي عمر يا عم. نعمل بس تطلع بالفرقة دي، الحيوان هنا واحد اخر الطريق. جوه البيت كده بقى ايه، النقطتين جنب بعض يعني، انت هتحتل نقطة نقطتين جنب بعض، الموضوع بقى صعب مش سهل خالص. شوف حاجة صلحها بقى يا جدعان بقى، ما تديوناش. بص بص واقفين بصوا لبعض، اوعى كده يا عم، خليه يصلح يا عم. يلا يا بول، بس اقعدوا بصوا لبعض عشان يصلحوا حاجة. صلح يا عم الزفت، بتعمل حاجة اركب بالكلام، حاجة تساعد فيها زميلك مفيش، ليك واقف. ادي اهي دبابة كمان جاية فاضية، الله ايه تالي تعالى، حاجة معانا بتخسر كله هينفع، لان هما برضه يعملوا بوش علينا دلوقتي. هناخد برضه موقع دفاعي، احلى حاجة ان الخريطة دي مليانة خنادق، احنا ايه هنفضل نتقدم كده عن طريق الخنادق دي. ايه تمام، حتى قدام عايز تصلح ما تعملها يا عم المرة.
حاجة تاني؟ تأكد. لا تشتغلنيش يلا، في حتة عايز تصلح المدفع الرئيسي بايظ يلا. دنجلوا بقى انتوا لغاية هنا. حد بقى ايه اللي تتفاهم هنا مع الحيوان اللي هنا. انا كنت حاسس ان انتوا مش هتعدوا اليوم ده على خير. طيب مدفعية كده صباح الخير. بصوا جايين بأسلحة عاملة ازاي. انا الكتاب بتاعتي كتايب غلابة، لازم ناخد الخندق ده، هو ده اللي هنعرف نرازيهم بيه. اطلع يلا. لا لا مش هنجرب بقى نعمل ايه. اختراق انا اجيبك دلوقتي. شايفين الدانه بتخترق ال، عايزين نعرف بس مكانه فين بالظبط جوه. نديه واحد اختراق. ايوه هو اطلع من عميه دلوقتي. خد البوزيشن بتاعك بقى، احنا ايه نتعامل بقى مع الكلب ده بقى. ده هون ده لازم نجيبه بقى، ده لازم ناخده بقى، لازم ناخد السلاح ده منهم. ممكن بقى ايه نستنزفهم هنا. انا افضل الخندق هناك. ممكن الخندق ده اختبار، بس عايزين الاول ندمر المتعدد اللي عندهم ده. ماشين جن، الماشين جن ده هو اللي اكتر اداء مؤذية يعني. خلاص يا جدعان ولا ايه؟ علي اليوم ده بقى. ناوي نروح فين؟ وقف هنا؟ حلو. اللي بعيد دلوقتي بالكوا المنطقة دي عايزة تكتيك جامد.
مشوار دانتين بس ده. ربيل عمل ان ده يجي يديله ذخيرة. Weihnachten haben sie gesagt. دول لسه بتصلحوا. مش لازم تلزقوا في بعض يعني. ابتدينا بقى وجع القلب 70 ماشي. وجع قلب برضه عشان فعلا بقى نرازي فيهم صح لازم ناخد مين موقع في الجنب ده. في المرمى بالظبط. تعالى بما هي النشم بدقة بقى. لا فيش 53 هنا. انتي ادي ده وقع اهو. خد الواحد اهو. المدى بتاعنا ما فكرش ما فكرش ما فكرش. شكرا. انفجرت خالص يعني حتى ملناش نصيب ناخدها. ستين يا جدعان ايه حكاية التيم معاكم؟ صلح يا عم اخر حاجة يا عم في ايه؟ ونقعد اقول لكم صلحوا كل حاجة ادوات يا جدعان. مفيش ادوات؟ اركب اركب موتور واقف اركب هنا. ماشي ناخد التبة دي. ده اهم تارجت دلوقتي. هنجيب المتعدد ده. يلا خلينا نشتغل. نعمل نفس الكلام بتاع
ده بيتروق، ده اللي بيروق عليه بيضرب عليه منين؟ نقف كده ثواني هنعرف نقدر. هو ده مستفز ده، ده اتنصب هنا. طيب خلاص خلينا بعيد عنه، اهم حاجة ان احنا نفضل بعيد عنه. اكتر وقت ممكن خلينا بعيد عنه اكتر وقت ممكن. طيب فكر 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 فكر. المشكلة يا جماعة مش عايزين نتحرك بتهور عشان ندفع ده. انا بضمن ان المدفع ده هيتقدم ويجيلنا هو هنا برجله. عايزين نوقف برضو العداد بتاعهم دلوقتي. عشر رجالة، عشر رجالة. ارقد دمرت برضه للاخر بس مش مشكلة هتنفجر. تنفجر دي مش هينفع كده. قلتلكوا احنا نعرف نرازيهم لما ناخد الخنادق دي. ده بالفعل بالفعل احنا كده مضايقينهم. انا كل خوفي برضو من المدفع ده، المدفع ده هيجي هيزعل لي الدبابات خالص. Wo bleibt die verdammte Verstärkung? تعالى هنا كده مؤقتا لغاية ما الكتيبة اللي جاية دي خلص.
حمر بقى بسرعة. كده احنا على المهم ان احنا ما نخشش المدى بتاع المدفع ده. راح فين ده؟ نخشش مدى الرؤية بتاعه اساسا. بلاش خليك معايا. ليه ما تمشيش؟ مشيش خالص. ما عمل غير كده. تعالوا هاتوه. افرد النجم. بس هي عايزين نلحق يا جدعان الدبابات دي قبل ما تخلص الذخيرة. الدبابات بتاعتنا احنا لو خلصت الذخيرة هنزعل. وبيجوا بكميات عايزين نتقدم بس هنا ناخد الخط ده.
عايزين نجيب متبع القذر ده. بحذر بحذر بحذر، اثبت مكانك. كن بقى تنزل تصلح جنبك عربية، ياخد منها صندوق. صلح بقى يلا. مش احنا دلوقتي عشان خاطر نتقدم لازم ندمر المدفع ده. عشان ندمر المدفع ده لازم نجيب حاجة نفس مدى ال ايوه مدفع تاني. نزيد اتنين بس، اتنين بس، اتنين بس. حلو بقى، بسرعة 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 بسرعة. ليهم مضربوش، هم أسرع من المدفع. فين المدفع؟ احنا أسرع، احنا أسرع، احنا أسرع. اتوقع خدت سيره، هيبقى ماشي من الناحية دي كده. هنا تعالوا هنا تعالوا هنا بسرعة، خش على المدفع ده من ظهره، هنحاول ناخده. لو خدنا المدفع ده هنعمل لنفسنا كفر ضد المدرعات رهيب. Verstanden! Alles klar! Zu Befehl! مضاد دبابات تاني تالت. ده عملاق، ده عملاق. ده لو جبناه جون. Verstanden. ده لو جبناه جون. Unterwegs. Hinter dem Gebüsch. Pass runter. Auf. Feindliches MG. بسرعة. Bleibt unten. Jawohl! Verstanden! Befehl wird ausgeführt! بس بقى هفاجئهم بيه دلوقتي. Alles klar! اتفرجوا واستمتعوا. هفاجئهم بيهم مفاجأة. Verstanden! يا رب تكمل على خير. يلا اجري 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 اجري. ما تضربش، احذف هنا. يا لهوي عليكو، احذف احذف تاني. شكرا. بسرعة بقى جبنا المدفع. هذا الرجالة مستنيين ايه؟ مش وقت فرجة. اسحب اسحب وتعالى هنا بسرعة.
تعالوا هنا بسرعة، تعالوا هنا بسرعة 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 بسرعة. لا يا جدعان حرام ده بجد، ده بكره القرف ده. يعني نكسب حاجة يجي لنا خسائر من اتجاه تاني. شغال بس ايه بقى مشكلتنا؟ جابول خدوا الستر عكس، خدوا الستر عكس. بسرعة عشان محتاجينكو. دور عجلة يلا بسرعة وتعالى هنا. بس حلو اوي الكلام ده. دلوقتي محتاجين بقى نطلع المدفع ده هنا اهو. ماشي على ود الذخيرة ده، المدفع ده يجي هنا اهو. يا نزحهم بقى اتنينات كده عشوائي، بس يعملوا كبر لحد ما العملية دي تخلص. عملية تسيب المدفع بقى.
مكانك. عايزين نظبط زاوية الضرب. مفيش للأسف عندنا ولا زاوية تجيبه. طيب هنعمل ايه؟ نرجع المدفع ده هنا اهو. طيب ايه ده؟ طبي لسه الميري عالي. اكيد انت اللي عملت الجريمة دي. بصوا بقى في حل بقى ممكن ايه؟ حل يدوي بقى. نحاول معاهم بس بقى بطريقة خاصة بقى. نحاول بقى ايه من اضيق زاوية تهدف بقى التارجت بتاعنا اللي هو المدفع ده. اضيق زاوية بقى بسرعة بقى قبل ما اي كتائب تانية تيجي. تدي عجلة بقى هنا. ايه اللي حصل ده؟ ايه؟ ما احنا اضطرينا. بص احنا الغلطة ان احنا طلعنا الحتة دي ممكن نيجي هنا. بقى لي ساعتين بصلح فيها هنا كده. احنا بس نخلص على الكتيبة اللي لسه جاية دي ونعمل محاولة تانية. مش عايزك تضرب حد غير دبابات. بوسي ده متشغلش دماغك. شفتوا النتشة دي يا جدعان؟ نتشنا نتشة حتى ما فيش فرصة نصلحها حتى. هو في عندنا فرصة واحدة بس ان المدفع ده نستهدفه بيه على طول. بس عايز سرعة بقى. بس في كتيبة جاية من الاتجاه ده. سنايبر. الله سنايبر سنايبر. مين سنايبر يا معلم؟ لازم بقى اكسر لهم الساتر بقى. هنجيب جوز السنايبرز دول. ارجع ورا ارجع ورا. شو
ايوه انا بقى ايه المدى بس عايزة تطلع سنة بس فوق شكرا نبدل براحتنا كده ما عادش معانا قوة بشرية Подставляйтесь под пули!
هو هيضرب. قتلوا قتلوا واحد. شوف تعالى بقى ايه، شوف السنايبر بتاعته. لا وهين مت ام دينج؟ شكلك حد معاك انت. ها لاوتن دي بفيله، لاوتن دي بفيله. قلبوا بقى كمان. كل اللي ستوب اللي معاه مش كده معايا حاجة غلطنا بقى معانا سنايبر. تضم كلب كلب راحت فين دي؟ عدت من في يوم ايه؟ هذا خشوا شاس يبانيوك ايه؟ خلاص بقى كفاية عشان دي ما عادش معاها ذخيرة أصلا. هات يمان فاير؟ ده بقى اللي ممكن نهاجي أجيب حيوانات دول بيه أو بلاش ده. نجيب بس العيال دي بسرعة قبل ما هي تضرب علينا. يا رجالة ما يجيبكش.
شكرا. بس فرصة نحاول ندمرها دي قبل ما تنزل الكتيبة اللي جواها دي. انا كنت حاسس في جازبانتا. هما خلاص صفصف، ممكن بقى نبدا نخش في الدبابة دي هنا. دمرت الدبابة شو؟ لا هي سليمة. لكن بقى ايه؟ خدها احنا بقى. طالما بس تكون قادرة تتحرك بس. شغالة تعالى. هي قادرة تتحرك بس مش شغالة، بس هناخدها يعني. يلا بقى بينا. طيب احنا علمنا عليهم في المدفع.
فاحنا ناخد كل حاجة، مش هنسيب لهم حاجة في الدور. مش هسيب لهم حاجة. حتى العربية دي ناخدها وابيعها. بس نروح ناخد المدفع الهون. الناس بتضرب ايه؟ ما هو مات. بص انا هقلبهم في كل حاجه دلوقتي. نطلع نحتلها بقى خلاص ونفنش الجيم. هوبا ادري يلا اجري يلا. يا بول مدفع صلح الهون بسرعة عشان تضرب بيه. على انت بقى ايه اوقفلي في اخر الخريطه يعني في اخر المربع. ايه ممكن نستنى ونجرب نجيب، ايه رايك؟ ما يموتش؟ ممكن ما يموتش؟ بلاش صح؟ استناه ولا نكسب؟ خلاص هنكسب بعد عناء. يعني اعتقد انت شفت الجيم عامل ازاي، حاجة مش متوقعة نهائي. دخلت اصلا ايه؟ دخلت البلح. ايوه فعلا دخلنا البلح وكسبنا الجيم ببلح. تعالوا بقى نشوف 7.5. حلو قوي الكلام ده، 7.5. تعالوا بقى نشوف 7 نقط دول ممكن نستغلهم في ايه. ممكن نزود الدفاعات بتاعتنا ب5 نقط. هنشوف بقى 5 نقط دول ممكن يعملوا لنا ايه. ممكن يفتحوا لنا مدفعية. مدفعية هنعرف نصد هجماتهم شوية. ايه رأيكم نفتح مدفعية؟ لازم بقى نجيب كتيبة أرخص شوية اللي معانا. الكتيبة دي أرخص في السعر شوية. عندك ايه تاني؟ عربية الذخيرة. طيب نعمل ريبير نظبط الأداء بتاعنا.
هنا مدفع اتنين. بص الدنيا رايقة طبعا، دي مش محتاجينها. بيع جابت 11 لون، ده هينفعنا جامد اهو بقى. طيب نشوف كده ايه، نركن دي كده. انا مش هخش الدور الدفاعي ده واكسب. نبدأ نشوف الكتيبة اللي احنا فتحناها، ده المفروض رخيصة 68، دي ب94، دي ب68، هتنفع معانا لما نكون بس مش معانا نقط محتاجين جنود، فالكتيبة دي هتنفع في النقطة دي. طيب احنا دلوقتي فتحنا مدفعية، يبقى لازم نجيب مدفعية. 770، 195 و205، ممكن لو ضحينا بالاتنين دول، بس انا مش هضحي بيهم طبعا، ولا هضحي بدي. نستنى بقى نجمع النقط بتاعت دي، او ممكن دي 60 وهنا 280، يعني هيبقى 20 نقطة برضو مش هتيجي. ممكن اضحي بده 43، بس هنحتاجه، ده بيعمل لنا كفر جامد. خلاص لا احنا نستنى دور كمان نقدر نجيب مدفع، ده نجيب مدفع ده حتى مبدئيا لغاية ما يبقى معانا فلوس نجيب ايه مدفع بعيد المدى شوية. شوية يلا بينا بقى نخش الدور اللي عليه الدور، مش هنكسب، انا هسيبه لغاية ما اخسر بقى، ومش هنزل جندي واحد، مش هنزل جندي واحد، انا عايز اخسر الجيم ده. ليه؟ اه احنا الجيم ده يا جماعة هدفه نقط، مش هدفه ان احنا نكسب خالص، مش عايزين نكسب الجيم ده، مش عايز اكسب انا الجيم ده. ممكن بس اخسر مدرعاتي بقى، اخسر الحاجة بتاعتي تاني. بالظبط انا مش عايز اخسر اصلا حاجه تاني من الحاجه بتاعتي. ايه اه بالظبط، نجمع النقط اهم حاجه عندي دلوقتي، ان انا اجمع النقط. الجيم ده لما نخسره يا جماعه هناخد نقطه، ناخد نقطه و100 بوينت وميت بوينت. اللهم صل عليك يا نبي، ميت بوينت كريدت يعني اللي احنا نقدر نجيب بيها جنود يعني. الخريطة دي صعبة جدا اصلا، مكناش هنعرف ندافع عنها بالاعداد اللي معانا. ايه اه لا بص، اصلا حتى خنادق جاب زوايا مش هتنفع اصلا تصد الهجوم، يعني الهجوم هيجي من هنا، نقعدهم ازاي هنا في الخنادق؟ بص الخندق اصلا القابلية بتاعته الاتجاه ده والاتجاه ده، هما يجوا من الاتجاه ده.
هنا برضه هيجوا من الاتجاه ده. محتاج يبقى عندك خندق هنا. احنا بقى فعلا هنبدأ ايه، هنتفرج هنشوف هو هيهاجم بايه. نشوف الكمبيوتر دلوقتي هيهاجم بايه. بناء على الكون بتاعه دلوقتي هنعرف نوع الأسلحة اللي هيستخدمها ضدنا الليفل الجاي أو الدور الجاي. نبدأ نعرف ايه هي الأسلحة اللي هيستخدمها ضدنا. دينا مستنيينهم بس ايه، هما يبدأوا يجوا وبعد كده هنبدأ ايه نتفرج، لأن أنا مش هنزل أي حاجة من الكتايب بتاعتي الجيم ده خالص. انا عايز اخسر الجيم ده. بس وصلت كل خسارة هزعلهم زي ما زعلتهم كده الدور اللي فات. قلبناهم وكسبنا الخريطة. ايه دول جنود يا ايه؟ لا اللي باللون الاخضر ده الجنود بتاعتك بتنزل بيها الجيم، بتنزل بيها الجيم بس لغاية ما ايه يبدأوا هما يجوا. عارف ايه يا جدعان، عايز انام من جد. هي كانت طالبة معايا كوباية شاي بس لا خلاص انا عايز انام، مش عايز شاي. دي أفضل زاوية نتفرج عليها بقى على الهجوم منها. ايه هنا الرجالة معاها أسلحة ايه؟ جوه البيت ده بدأ يقوم. نازلين بماشين جن على طول. ايه ماشين جن ده؟ انا عارفه بتعدد مورف. عشر دقايق يكون خلصين الجيم. هو اصلا العدد اللي هو نزل بيه ده اكتر من العدد اللي معانا دلوقتي.
ايه؟ بتبقى كمان ايه؟ بدأ يخش بالزواحف في النواحي فوق. انت قلت كم مرة يا جدعان؟ في ايه؟ تبقى مميزة دي. ده اشتباك دلوقتي. بص بقى لعبها بقى، ما بص جنبهم بس ما اشتبكوش لغاية دلوقتي، لأن البيت والحوائط عاملة يا جماعة، المبنى والحوائط عاملين حاجز من بينهم وبين بعض، خلين ده بالشيك ده. بص شافوهم لما قربوا منهم قوي، دي برضه كانت هتبقى عيب من العيوب اللي موجودة هنا. لما نحب ندافع عن المنطقة دي لازم نعمل خط دفاع هنا، أقل واجب يعني. وده التكتيك بقى، انك تكسب نختفي دلوقتي ناخد بالنا. هقول لك اديهم بس 10 دقايق. دي اطلب منه في الشجر دي شكلها. بس ما عندناش لسه كتايب او عدد كافي ان احنا نقدر نعمل دفاع. فضل الاعداد بتاعت الروس هو بيهاجم بعدين عامل ازاي، بدأت المدرعات فيها كمان. ايه؟ لا بص العربية بتاعتكم علقة اتحركت تاني. شوف اللي مش عايزين يحتلوا المنطقة دي مستنيين ايه؟ تقتلوا يا جدعان الناس دي وتحتلوا. في انسان ده كام كتيبة تيجي تموت؟ بص شوف كام جثة. واحد بدي تاني جثة.
كده مدفع ضربة. مش هتسمع عليهم دي. اضربها كده اتحرك طبعا. كنت اضرب بقى وسيبها قد ايه؟ عايز انام. بس هو الجيم ده طبعا احنا الجيم ده زي ما اتفقنا ده مش هنبحث عن مكسب خالص. هما خلاص احتلوا النقطة دي خلاص يعتبر. خد النقطة دي. الجيم ده احنا بندور على ان احنا ناخد البوينتات بتاعتنا ونقلب سودان. نقلب بقى بسودان عشان خاطر المعدات اللي معانا مش هتقدر تصد اصلا قصاد المعدات بتاعتهم خالص في الفترة دي. نشوف هو بس ايه مش معاهم ازاي. اه اي جيم في خسائر. الرجالة بس دي تخش جوه شوية خلاص هنحتل النقطة دي. دي خلصت خلاص احتلوها. خش بقى المربع بقى ده وانجزوا بقى انهم الجيم. نجوز السباب بتاعتنا انا شايف قتلوا اللي في الخندق. احنا قتلنا لهم بقى دي هنا في الخندق. دول ما قتلوش حد خالص ماتوا بس. ده خش بقى ايه؟ ليه؟ ليهم خلاص هو بيحتل النقطة دي. اشتريت 10 دقايق اقل من 10 دقايق كمان. لا 10 دقايق من ساعة ما هم بدأوا يهجموا. هم بيهجموا بعد 5 دقايق من الجيم. ايه؟ بقول لك هم بص هو لغاية دلوقتي ما هجمش غير بموشاه. بيشغل دبابة واحدة بس اللي في أول الجيم دي. ده أول هجمة بتاعته هجم بيها اللي هي هناك هي موجودة في الطريقة. بدأت تتحرك كمان جاية هنا. ايه؟ خلاص بقى احتلوا النقطة. النقطة البارد جاي لازم تكون دي عايش هنا. فين ده مستخبي فين؟ يا جوه المبنى. بص الكتيبة دي ده غزت المكان.
إذا معدتنا تسد في الدور ده، معدتنا كانت تسد الدور ده. من دبابة واحدة مش حاجة، وكل مش مشاكل. المدافع دي بيجوا بيها كتير، 85 ده بيدمر الدبابة بشوية نصين. يلا عشان ننهي الجيم. بوم كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. هنشوف دلوقتي النقط اللي جات لنا، هنبدأ نجيب مدفع المدفعية. أول فئة معانا في المدفعية اللي هي ايه، بعيدة المدى، وده أول موديل معانا اللي احنا فتحناه المرة اللي فاتت، بس مكانش فيه نقط ان احنا ايه نجيب المدفع. فهي النقطة هي جت، هنجيب المدفع الصغير مبدئيا. احنا شايفين خلاص كده المدفع ده معانا بتفاصيله بكل حاجة. هنبدأ بقى نشوف الجيم بتاعه ان شاء الله، الجيم بلاي بتاعه في الفيديو الجاي ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اللي عنده طبعا اي استفسار بخصوص اي حاجة النهاردة كانت موجودة في البث او بخصوص لعبة كول تو ارمز بالذات، ياريت يبعتلي في الكومنتات او على رسائل الصفحة. متنسوش الشير واللايك والسبسكرايب والفولو على تويتش يا جماعة، عشان خاطر تدعمونا ان احنا نقدم محتوى اكتر. اتمنى يكون البس عجبكم، ويا رب دايما تكونوا بخير، وياريت تدعموني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.